نعم. أن يذهب البشير ويذهب نظامه وليس أن يذهب البشير. لكن ما هي الصيغة التي يرحل بها؟ يعني أنتم كان لكم مقترح قبل شهرين تقريبا في فبراير، تحدث تجمع المهنيين عن مبادرة للتغيير تتضمن 4 سنوات كفترة انتقالية، الجيش هنا يتحدث عن 2 سنين. أيوة، لكن 4 سنوات مدنية يا أخي صلاح. يعني كيف مدنية وهي غير منتخبة أستاذ إسماعيل؟ اعذرني، غير منتخبة، ولكن الآن الشارع من يمثل تجمع المهنيين السودانيين ومن تمثل قوى الثورة والحرية والتغيير؟ تمثل مكونات قطاعات كبيرة جدا من الشارع السوداني. نعم. كافة النقابات ذات الشرعية، من مهنيين، من محامين، من قضاة، من معاشين، دبلوماسيين، من أساتذة، معلمين، أطباء، صيادلة. نعم. مهندسين. نعم، أنا لا أجادل، أنا لا أجادلك لا أجادلك في الأطياف الموجودة في التجمع. شرعية الشارع. نعم. الشارع يقول فهمتك. تجمع المهنيين فهمتك أستاذ إسماعيل. أنا لا أريد أن أجادلك في التنوع الموجود في داخل التجمع، ولكن هناك من يرى بأن أنكم دعني حتى فقط أطرح سؤالي. دعني فقط أطرح سؤال أستاذ إسماعيل. يعني هناك من يرى أن هذه نوع من الوصاية. ما أنت سألتني. لم أسألك بعد. نعم. أستاذ إسماعيل، دعني أسألك ثم تفضل بالإجابة. هناك من يرى من أن هذه قد تكون وصاية على الشارع السوداني، بينما المطلوب هو تقليل الفترة الانتقالية قدر الإمكان من أجل الدخول في انتخابات حرة ينتخب فيها الشعب من يريد. تفضل. نحن أخي صلاح، نحن نستغرق التاريخ جيدا. الفترة الانتقالية بعد نجاح ثورتنا الظافرة في أبريل من سنة 1985. نعم. كانت الفترة الانتقالية سنة واحدة. نعم. واتضح أنها غير كافية. الآن الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير والموقع على إعلان الحرية والتغيير هي موقعة لأكثر 4 سنوات حتى يتم الإعداد الكامل، حتى لا يتم اختطاف هذه الثورة كما حدث في 1985. في 1985 من استفاد من تلك الثورة؟ استفاد من، يعني كانت هناك انتخابات حرة أوصلت الصادق المهدي، أليس كذلك؟ أيوة، لكن الفترة كانت قليلة جدا، وجاءت أيضا بالجبهة الإسلامية القومية حسن الترابي بمقاعد لا تمثل حجم الحقيقي، لأنهم هم كانوا مع سلطة مايو واستفادوا من سلطة مايو. لذلك هو في هذه المرحلة تم الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات، والجيش لم يعمل مشاورات مع قوة إعلان الحرية أو مع تجمع المهنيين حول هذه المسائل. عوض بن عوف خرج يكتب بيان لم يستشر فيه أي واحد من الثوار أو من غادة الثوار أو من الأحزاب السياسية. لذلك هنا تكمن خطورة هذه المسألة.